الأربعاء في هنا العاصمة، الكابتن محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي مع لميس الحديد في حوار الساعات الحاسمة. ما هي رؤيته وماذا سيقدم للنادي؟ كيف سيحول خبراته في الملاعب والإدارة إلى إنجازات واقعية؟ ويتحدث عن روح الفانيلة الحمراء وبرنامج العائلة المصرية. حوار ليلة الانتخابات، الخطيب مع لميس الحديد في هنا العاصمة، الأربعاء الساعة 9 مساء، فقط على CBC.